السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. بإذن الله في الفيديو ده هنتعلم كل حاجة عن الحجامة، بتتعمل إزاي، أنواع الحجامة، الفوائد، وأفضل وقت العمل الحجامة. أولا كده عايزك تعرف إن عندنا نوعين من الحجامة، حجامة جافة وحجامة رطبة. الحجامة الجافة هي اللي بتتعمل قدامنا دلوقتي. الحجامة الجافة يا شباب يعني حجامة بدون تشريط، يعني ما بستخدمش فيها ولا موس ولا مشرط ولا بعمل اي حاجة في الجلد، يعني برضو بدون خروج دم، مفيش اي دم بيظهر عندي. وكل اللي مطلوب في الحجامة الجافة هي الكاسات ومسدس اخراج الهواء، وبنبدأ اللي احنا نحط الكاسات بتاعتنا ونخرج الهواء بنفس الطريقة البسيطة اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي. وكانت الحجامة الجافة دي يا شباب بتتعمل زمان باستخدام الكاسات العادية والنار زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هو كل الغرض اخراج الهواء من الكاسات عشان عملية شفط الجلد تبدأ من داخل الكاسة نفسها. وطبعا طريقة استخدام النار والانواع دي من الكاسات اتلغت لانها ما كانتش بتبقى معقمة كويس زي دلوقتي. والحجامة الجافة دي يا شباب هي كل الغرض منها اللي هي تعمل لي عملية تجميع الخلايا الدم الميتة وترصبها لي تحت الكاسة في مكان واحد. كل ده انها تعمل لي عملية تسهيل لعمل الحجامة الرطبة اللي احنا هنشوفها دلوقت. لكن يا شباب الحجامة الجافة ما بتطلعليش السموم دي بره الجسم، هي بس زي ما قلنا كده بتخزنها لي تحت الكاسة، وبتفضل الكاسات كده من ربع ساعة لساعة، وبعد كده بتحوش الكاسات بتاعتك عادي خالص مفيش اي مشكلة، وتبدأ بقى انك تعمل عملية التشريط او تقطيع الجلد عشان تبدأ الحجامة الرطبة بتاعتك. المغرب والعشاء ففي بيته، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهي طريقة التشفير يا جماعة الخير. في يعطيك العافية دكتور عباي، ما شاء الله عنك خبير حجامة وعلاجات طبيعية. سطلتنا سطل انت بالفيديو، ما هي وهي من همام العضلة انت تعبان يا حرام. الله يعطيكم العافية يا جماعة الخير، طريقة التشفير سهلة كثير ان شاء الله. والتشريط ده يا شباب بيبقى خفيف، حاجة سطحي كده زي ما احنا شايفين، لإما عن طريق موس أو عن طريق مشرط معقم. واللي احنا بنقوم بيه اللي احنا بنقوم بتشريح سطحي جدا جدا للجلد أيا يكن المكان ده بقى، سواء في الظهر، في الرجل، في الدماغ من فوق. وده طبعا بيبقى على حسب حالة المريض، لو مثلا بيعاني من غضروف أو بيعاني من حاجة في ظهره فبنبدأ التشريط بتاعنا في الظهر في الأماكن اللي قدامكم دي. لو مثلا بيعاني من صداع وخصوصا الصداع النصفي فبنبدأ في المكان ده برضو. اما بقى في حالة مثلا الناس اللي بتحتاج تسليك عصب، الناس اللي بتحس ان اطرافها بعد فترات كده ما بتتحركش كويس، سواء بقى تسليك عصب او سواء ان الدورة الدموية نفسها بطيئة او ضعيفة في الاطراف بتاعتك سواء القدم او سواء الذراع، فبنقوم بعملية الحجامة في الأماكن دي. اللي عايز أوصله لكم يا جماعة إن أماكن وضع الكاسات بتتحدد على حسب المنطقة اللي وجعاك أو حسب المنطقة اللي فيها مشكلة، وهوريك دلوقتي أشهر الأماكن اللي بتتعمل عليها الحجامة. ما شاء الله تفضل. هذا الجلاس صار ساعة 5 دقائق يكلم الجلاس جاي يطلع هو مرزة. تفضل. ها خلي كاميرا تفتح عليه على ما يشوف خاوي بالجلاس تعبينه مره ثانيه. خاف واقعد. الجامعة العلاجية وصل الكتب. السلام حبيبي. وزي ما اتفقنا ان احنا بنقوم بعملية الحجامة الجافة الاول، بعد كده التشريط، وبعد كده بنقوم بالحجامة الرطبة بتاعتنا. بنحط الكاسات بتاعتنا عادي خالص زي ما حطيناها في الحجامة الجافة، وبنبدأ اللي احنا نسحب الهواء برضو بالمسدس، وبنستنى من ربع ساعة لساعة
على حسب برضو حالة المريض وعلى حسب حالة خروج الدم، سرعة خروج الدم، لكن هو المعدل الطبيعي أو النورمال من 15 دقيقة ل 60 دقيقة. أما بقى لو سألتني عن فوائد الحجامة، فأحب أقولك إنها بتساعدك في علاج اضطرابات الدم زي الأنيميا والهيموفيليا، علاج الصداع وخصوصا الصداع النصفي يا شباب، علاج الروماتيزم زي الالتهابات والآلام اللي هي بتبقى موجودة في المفاصل، التخلص من الدم الميت أو من خلايا الدم الميتة وتجديد خلايا الدم الحمراء، وكمان بتعمل لي عملية تنشيط للدورة الدموية في المكان اللي انت بتعمل فيه الحجامة نفسه أو للجسم عامة، وبتخلص لي كمان من الدم أو من بقايا الدم والرواسب بتاعة الأدوية. الناس اللي بتبقى ماشية على مضادات حيوية أو على أدوية لفترات طويلة، الرواسب بتاعة الأدوية دي بتفضل في الدم نفسه، وكمان بتمتص لي السموم اللي موجودة في الجسم عامة، بتساعد في تنظيم الهرمونات. ولو قعدنا يا شباب نتكلم عن فوائد الحجامة الصراحة الفيديو والوقت مش هيسعنا، لكن أنا هسيب لك في آخر الفيديو قائمة كبيرة كده بفوائد الحجامة. وبعد كده بنبدأ نرفع الكاسات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين عادي خالص، وبننظف الدم اللي هو طالع من تحت ده، كل الدم اللي طالع ده خلايا دم حمراء ميتة، سموم في الجسم، بقايا من الأدوية، أملاح، يعني كل الحاجات الضارة هي اللي قدامك دلوقت. وبعد ما تعمل الحجامة هتلاحظ ان في زي بتشات كده او اللي احنا بنقول عليها علامات زرقاء بتبقى موجودة مكان الكاسة نفسها، العلامات دي كلها هتروح بعد 10 ايام من الحجامة. اما بالنسبة لافضل وقت يتعمل فيه الحجامة وباجماع الاطباء هو اليوم 17 وال19 وال21 من كل شهر. وبكده يا شباب يبقى الفيديو بتاعنا خلص، يا ريت لو قدرت افيدك ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واللي عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يسيبه لي تحت في الكومنتات، والسلام عليكم.